لو برجع فيه الزمن وارجع ادرس نفس التعب واتعب كمان عشان فرحه اهلي برجع بدرس. هل فعليا الاهل داعم ولا لا؟ لا بصراحه اهلي كانوا يعني مش زي اي يعني في اهل بيضغطوا على الطلاب وادرس وممنوع تطلع من البيت هيك، لا اهلي كانوا معي وعادي على رحتي، انا كنت يعني عارفه شو بدرس. حاسوب 192 ثمان علامات ضيعتي في الحاسوب؟ انجلطت عليها والله انا اللي حنجلطت شكلي. اهم شيء انه يدرس اول باول، يعني اللي باخذوه بالمدرسه يروحوا يدرسوا ما يراكموا بالمره، يتعبوا طول السنه بيروح بكل التعب بيروح بثاني لما تطلع فرحه النتائج. صراحه يعني هي الحاسوب احلى ماده واللي ما بختمها قبل بتروح عليه. يعني انت ما ختم ماده الحاسوب بكير؟ حلو. بصراحه كنت ادرسها وانا حابه الماده كمان لانه كثير حلو الماده. بس البداية مايا أنا بتشرف إنك درستي عندي بصراحة وإنك رفعتي راسنا، وكمان بتشكر أبوك على هيك أخلاق فعليا. كمان مايا اللنقوط هذا حلوان الحاسوب مش التوجيه، لأنك فعليا جبتي بس برضو اللي منك ثمان علامات لازم، هاي ضروري.